سريعا للزميله العزيزه مريهان عمرو مع الكابتن عبد الظاهر الساقة من استوديو الخاص في ارضيه الملعب. زميلي زميلتي مريهان اتفضلي لك الكلمه. يا كابتن تامر برحب بحضرتك وبرحب طبعا بنجوم الاستوديو التحليلي في ضيافتك وتحياتي موصوله لكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس من ارضيه الملعب استاد القاهره الدولي. اقل من ساعتين بتفصلنا عن صافره بدايه احداث اللقاء المنتظر. النادي الاهلي المصري بطل افريقيا في مواجهه نادي العين الاماراتي بطل اسيا. يسعدني يكون معايا هنا في ارضيه الملعب المشتاق جدا للعب الكابتن عبد الظاهر السقا محلل قنوات اون تايم سبورتس. يا كابتن برحب مريهان ازيك اخبارك ايه؟ برحب بيكي طبعا وبرحب باخواتنا الاماراتيين الاول وتامر صقر وفضل وسبيت واحمد فتحي طبعا برحب بيه في قناه اون سبورت. يعني حاجه اضافه لينا ان شاء الله يكون احمد فتحي موجود معانا دايما. لكن الملعب مختلف جدا كابتن عبد الظاهر. اول لما نزلنا ارض الملعب وقفنا هنا قال لي انا وحشني الملعب، انا مشتاق للملعب والجمهور حر جواه كده ذكريات 2006. وانت نازله مدرجات طبعا الجمهور وبيحييكي وبتفتكري ايام 2006. احنا حضرنا 2006 جوه الملعب وكان الملعب بنفس المنظر مليان. قد ايه جماهير وقد ايه بيبقى شعورك وانت نازله من الملعب، المدرجات مليانه قد ايه وبتصعب المأمورية مهما كنت مذاكره ومهما كنت مذاكره الخصم كويس. لكن ضغوط الجمهور غير خالص، ضغوط الجمهور غير، لها لعيبه معينه لها انديه معينه. عشان كده بقول ان النهارده فريقين كبار جدا متعودين على الاجواء دي، خاصه النادي الاهلي ونادي العين. طبعا انا يعني متيقن ان احنا النهارده هنشوف مباراه كويسه جدا بين اشقاء عرب يربطهم صداقه قويه جدا، يربطهم جمهورين ما يقولوش عن بعض، حب متبادل. يعني انا النهارده بقول ما فيش خساره النهارده، ان شاء الله ما فيش خساره النهارده. اي حد هيكسب النهارده هنحييه لان هم اخواتنا. التفاصيل جوه الملعب مرعبه يا مرهان، تفاصيل جوه الملعب صعبه جدا جدا جدا. السرعات والتمريرات وازاي هتدافع وازاي هترجع بفرقتك. النادي الاهلي فعلا في امتحان صعب جدا لان لعيبه العين فعلا لعيبه قويه جدا. توقيت المباراه من وجهه نظرك يا كابتن عبد الظاهر، يعني النادي الاهلي ما خدش ماتشات كتيره من بعد نهايه الموسم بالنسبه له، وكانت كلها ماتشات تقيله وفيها اختبارات واخرهم طبعا بطوله السوبر المصري. الى اي مدى مباراه النهارده مهمه بالنسبه للنادي الاهلي قبل كام ساعه من انطلاقه الدوري؟ خلينا نقول النهارده مباراه النهارده وبطوله النهارده مختلفه. النادي الاهلي واخد على ابطال افريقيا، كونفدراليه، اللعب الافريقي. النهارده لا، باللاعب مدرسه جديده، مدرسه الاسيويه، مدرسه جديده ومدرسه فيها نوع من الاحترافيه العاليه جدا. وبعد طبعا الاستوديوهات اللي موجوده كلها حللت كل حاجه. يعني احنا قاعدين بقالنا خمس ايام تقريبا، هو فاضلين بس يقولوا فاضلين يلعبوا بس. فاحنا النهارده مش هضيف حاجه عليهم اكتر من عايز اقول ان النادي الاهلي النهارده التمركزات الدفاعيه والتمركزات الهجوميه مهمه جدا جدا جدا. يعني وانت اصعب حاجه على اي فريق وهو بيهاجم وهو بيضغط من فوق. انا بس مش عايز اتكلم فني اكتر ما اتكلم ان صوت الجمهور بص عامله ازاي. يعني بجد فعلا اللي بيحلل من الارض غير خالص اللي بيحلل من فوق. لكن بقول لك النهارده رامي ربيعه وياسر ابراهيم النهارده طبعا عشان دي حتتي طبعا ودي الحته المفضله ليا، التمركزات بالنسبه لهم مهمه جدا والفريق بيهاجم. دي حقيقه. ده شيء مهم جدا، نادي العين نادي كبير واخد على الضغط العالي، واخد ان هو واخد على التسجيل الكتير ومش بيشبع تسجيل اهداف، فدي حاجه هتحط طول الوقت النادي الاهلي تحت وكمان بقى. واخد ان يجي فيه اهداف. دي حقيقه. فانت النهارده انا اللي مطمني ان مستر الكورال دايما عائل دايما بيلعب في اتزان مهم يعني جدا. يعني المباراه مش هتكون مفتوحه من لا لا لا, لا خالص تماما. مستر كول معودنا ان هو دايما متحفظ، دايما بيلعب على التحولات. احنا قوتنا دايما في الاطراف والتحولات الهجوميه، ودي ممكن تكون نقطه قوه بالنسبه لنا. لو احنا قدرنا ان احنا نلعب في 40 متر بس وقد ايه نضيق المساحات، لان اي سرعه في الدنيا محتاجه مساحات، اي سرعه في الدنيا محتاجه انها تضرب خطوط. المشكله الحقيقيه ان هم متمرنين عليها بشكل كبير جدا. لما تيجي تحللي فريق العين والباك ليفت وسفيان رحيمي، سفيان رحيمي مش فرود ثابت، سفيان رحيمي بياخد شمال ويمين، ودي بتبقى نوع من الفراوده اللي بتبقى متعبه جدا لاي
اي باك بيدور على الثغرات، بيدور على المساحات. فانا النهارده لو انا مش متمركز صح، مش ضروري ابقى سريع. اول ربع ساعه بالنسبه لك يا كابتن عبد الظاهر ايه اللي المفروض يحصل فيه؟ هو اول ربع ساعه لازم استغل اللون الاحمر ده، لازم استغل السجاده الحمراء دي، لازم استغل الجمهور ده، لازم في اول 15 دقيقه لو ما قدرتش اجيب جون لازم ارجع بفرقته. وعلى فكره مثل الكره بيعمل كده، يعني في اول ماتش هتلاقيه ضاغط وهتلاقيه نفس الحكايه ضاغط من قدام وبيحاول يسجل في اول 15 دقيقه، وده اللي متعودين عليه سواء في منتخب مصر او الاهلي او الزمالك. لازم نستغل استاد الرعب، دايما بيقولوا عليه استاد الرعب، فعلا فعلا استاد الرعب. لما اكون النهارده انا موجود في ارضي وسط جمهوري في وسط الجو ده، لازم اكون انا ليا الافضليه، لازم يكون ليا الاستحواذ. في نقطه مهمه جدا النادي الاهلي لازم يعملها، اللي هو عمليه الاستحواذ. عمليه الاستحواذ دي اي فرقه كبيره زي فريق العين ما بيحبش يتعامل على الاستحواذ. فانا النهارده لو نقلت 7 8 10 باصات انت امتلكت المباراه بشكل كبير جدا، وهتدفعهم ان هم يضغطوا عليك، وده اللي احنا محتاجينه عشان وسام وعشان حسين وحسين طاهر وحسين بيرسيتاه وحسين امام عاشور. كويسة طبعا، مهم طيب. جدا بما ان بنتكلم على نادي العين اللي بيملك خطوط هجوميه قويه جدا، ده محتاج طبعا تمركز مظبوط زي ما حضرتك اتكلمت من ربيعه وياسر ابراهيم، ولكن مين كمان حاسس ان هو هيكون عليه ادوار دفاعيه في ارضيه الملعب؟ نتكلم على الباكات ولا بتتكلم على نص الملعب؟ شايف مين لازم يكون مركز في النقطه دي؟ هو رقم واحد طبعا الباك رايت، وعليه مهمه كبيره جدا، لكن عشان معظم تحركات رحيم بتبقى ناحيه الشمال. فالباك رايت بالنسبه لنا مهم جدا النهارده، هل هيختار عمر كمال ولا اكرم توفيق؟ يعني ايا كان منهم ان شاء الله يؤدي بصوره كويسه جدا. وفي ناس بتقول ان عمر كمال ما بيعرفش يدافع، لا مهاجم اكتر. لا، عمر كمال بيعرف يدافع كويس جدا، ما كان معانا في فيوتشر كان بيدافع كويس جدا، وهو بيتحط تحت ضغوط بيبقى متعود عليها. انا بس انا سمعت كده تشجيع يعني جامد، قلت اشوف جدا بس. فالنهارده ده من الشيء المهم جدا. طبعا يحيى عطيه الله ده لعيب دولي ولعيب عارف هو بيعمل ايه. احنا عندنا خط دفاع قوي، النادي الاهلي عنده خط دفاع قوي، لكن لما بنكون مركزين، لما بيكون خايفين، وده شيء مهم جدا، ان انت تكون لازم خايف من الخصم، لكن خوف ما يغلطكش، خوف يخليك مركز، خوف يخليك مركز. يعني هشرح لك حاجه فنيه ممكن يعني في الحته دي. لو انا واقف كسرد باك كده برجليا الاثنين غير ما اكون واقف بجنبي، انت ممكن ما تتخيلهاش قد ايه الفرق يكون موجود. يعني لما اكون واقف كده انا صعوبه ان انا بتحرك وان انا الف وان انا اخد السرعه بتاعتي هتبقى صعبه جدا. لكن النهارده لو واقف بجنبي اقدر اخد اضغط على الخصم، واقدر لو اتلعبت طويله اجري، اقدر ان انا اعمل تقف عالي. فدي تفصيله صغيره جدا موجوده في الملعب. عشان كده الماتشات الكبيره والبطولات والكاس بتخسر، او الفريق اللي بيخسر بوقفه، بان انا سرحت شويه، بان انا حطيت دماغي شويه في المدرجات، تمركزات غلط، او حتى تواصل غلط ما بين اللعيبه في ارضيه الملعب ممكن يكون بيكلف اهداف. انا افتكر 2006 كنت بلعب انا وائل جمعه وابراهيم سعيد، وبعدين وائل جمعه اتصاب ونزل احمد فتحي، واحمد فتحي كان اول مره يلعب في الحته دي موجوده معايا. فكنت دايما احنا الاثنين بنتكلم مع بعض بشكل كبير، وكان دايما ابراهيم سعيد ورانا. فقد ايه كنا بنلعب الكوت ديفوار ودروبا وهارونا، فرقه عظيمه يعني الكوت ديفوار، لكن كنا مركزين جدا، ما كناش مركزين مع الجمهور، كنا واخدينه دافع لينا، وكنا بنلعب فرقه كبيره جدا، وقدرنا ان احنا نكسبهم بالتركيز. لان انا دايما بقول ان التركيز في الملعب ممكن يغطي كتير قوي من مشاكلك. قرب المسافات، قرب الخطوط، شيء مهم جدا ان انا دايما خطوطه قريبه من بعض. نتمنى ان شاء الله يكون التركيز موجود في ارضيه الملعب من كل لعيبه النادي الاهلي، ويكونوا قادرين على تحقيق الفوز في الاجواء العظيمه اللي احنا مستمتعين بيها جدا. انا وكابتن عبد الظاهر مكملين بقى احنا يلا القعده هنا. وفي 2006 انا كنت قاعده هنا في المدرجات بتفرج على حضرتك. والله يا كابتن العوده ليك مره ثانيه يا كابتن تامر من على ارضيه الملعب والاجواء العظيمه، نعود مره ثانيه لحضرتك ولضيوفك الكرام. شكرا للزميله العزيزه مريهان عمرو والكابتن عبد الظاهر الساعة من ارضيه الملعب قبل انطلاق هذه المباراه تجمع بين الاهلي والعين، وانطلاق حافلتي كل من الاهلي والعين قادمتين من مركز اقامه النادي الاهلي او مقر اقامه النادي الاهلي ومقر اقامه العين الى استاد القاهره الدولي لانطلاق هذه المباراه في تمام الساعه
الثامنة بتوقيت القاهرة.